استنفار أمني في العاصمة العراقية بغداد استعدادا لاستقبال ما قد يصل إلى 4 ملايين زائر. جاءوا إلى العاصمة سيرا على الأقدام من مختلف المدن العراقية لإحياء ذكرى وفاة موسى الكاظم. قيادة العمليات دفعت بعشرات الألوف من عناصرها في أحياء بغداد المختلفة في خطة استثنائية فرضتها طبيعة الحرب ضد تنظيم داعش. ترتكز الخطة بالأساس على غلق الطرق التي يسلكها الزائرون. هذا الأمر سبب زحاما مروريا كبيرا حاولت الحكومة تفاديه بإعلان اليومين اللذين يسبقان الزيارة عطلة رسمية. أكثر من 75 ألف مقاتل وجندي وضابط وشرطي سوف يكون موجود في هذه الخطة. 3000 امرأة سوف تكون أيضا موجودة في عملات التفتيش النساء، إضافة إلى الاعتماد على المؤسسات الأمنية الأخرى وأيضا أجهزة التفتيش وكذلك الكيناين في عملية التفتيش. إلا أن الخطة بضخامتها لم تثني المسلحين عن شن هجماتهم. هجمات في وسط وأطراف العاصمة أوقعت العشرات ما بين قتيل وجريح، ما بين مدني وعسكري. شهود العيان يروون تفاصيل بعض هذه الهجمات وكيف كان يمكن أن يتم تفاديها. بعد ما دخل نرسل ضربوا المرور لأن مخالف وثاني ما يعرفوا شنو هو. بعد ما وصل من الجامع ضربت بكته، يمكن مات وتقدم اللي قدامه انفجر السيارة. أكبر المآخذ التي يسجلها المنتقدون لتلك الخطة الأمنية هي أنها لم تسد ثغرات سابقاتها من الخطط، ولم تقدم طرقا بديلة لحركة السيارات خاصة في مناطق قلب العاصمة والطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية حيث منتهى المسير لدى الزائرين. استهداف الزائرين لم ينقطع طيلة الأعوام السابقة، وبناء على ذلك ترى قيادة عمليات بغداد أن قطع الطرقات أمر مبرر والتشدد في إجراءاتها الأمنية أكثر تبريرا. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، بغداد.